اوعى اكون عقلت وانا مش حاجه. انت باين انك اوعى اكون عقلت باين كده. طب يلا نرفزني عشان اطمن على نفسي. انت كملت كملت ال 20؟ كملت 20 سنه؟ اه الحمد لله اكتمل. انا دلوقتي 22 الحمد لله. الحمد لله. لا ده 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 عز سن العقل يا جماعه سنة. عز سن العقل. انت 32 سنه؟ 32 سنه. لا صغير يا كريم. الحمد لله رب. بس مش باين عليك عموما على الوش. طب خير حلو. ده بالنسبه مش باين عليك. ده يعني شغلتنا عظيم. انت ده في الشغل كويس. اغسطس اللي جاي ان شاء الله رب 33. انت مستعجل في قراراتك العاطفيه؟ كنت متسرع. انت ازاي بتتخذ قرار عاطفي؟ بناء على راحتي النفسيه. القرار العاطفي دايما ممكن توصفه ان هو وجع قلب؟ لو صح ما يبقاش وجع قلب، لو غلط يبقى وجع قلب جدا. انت مشاهدك العاطفيه السينمائيه بتسير حسب خطه السيناريو اللي محطوطه ولا ممكن تتدخل تحذف تقلل تزود؟ بنقرا المشهد انا والمخرج والكاتب، بقرا الكلام اللي مكتوب، في بتبقى جمله عايز تقولها، في جمله مش عارف تنطقها. ممكن ازود لك على السؤال واقول لك واقول لك ان بعد الجواز بقت المشاهد العاطفيه محسوبه شويه؟ لا ده شغل. لا طيب قول لي هايدي امتى بيبدا مؤشر الغيره يرتفع عندها؟ انت عارف ان من اكتر الحاجات اللي بحبها في هايدي انها عاقله جدا وفاهمه شغلتي جدا على جميع المستويات. هي بتحبك كممثل، واضح انها بتحبك كممثل. بتحبني انسان. لا وحبيتك كممثل كمان. وحبيتك كممثل جنب رغم ان هي ما كانتش شافت كل افلامي مثلا. انتوا ما اتقابلتوا ما كانتش عارفه كل الادوار اللي انت عملتها؟ لا مش كل الادوار. وده كان عاجبني على فكره. ما ضايقكش؟ لا بالعكس ده عجبني اكتر. ممكن يضايق؟ يضايق بقى لو انا رايح واحده تتجوز فنان، يعني لو فرحانه بالاسم او فرحانه انه فنان دي حسابات اخرى. طب تخيل لو كانت قاعده في العزومه بتاعت العشاء دي وما عرفتكش اساسا. ده يبقى هيتجوز بكره، اكتب كتابي بكره بالليل. دي حالا دلوقتي نجيب المأذون طبعا. هو يعني مساله ان الفنان ناس كتيره جدا بتتخيل ان هي ان هو على علاقه بكثيرات. طبعا على فكره في صور كتيره متاخده غلط. متخيلين ان انت طول النهار مثلا تعرف ستات، متخيلين ان احنا طول النهار نولع في بعض ونضرب في بعض. لا مش حاصل يا جماعه. يعني كل الجرايد كاتبه، اديك مثلا، خلافات بين كريم عبد العزيز واحمد السقا، خلافات بين احمد السقا وكريم عبد العزيز، مسكوا في بعض. ده انتوا اصدقاء جداً. اصدقاء عمر. انا عايز اقول لك وسهراتكم يوميا مع بعض. هو كان عندي يوميا والله يوميا، يا اما عنده يا اما عندي، بحكي له مشاكلي بيحكي لي مشاكلي. اصل في الاخر هقول لك على حاجه يا استاذ، انا مؤمن بشيء، والسقا انسان برضو عارف ربنا ومؤمن بشيء، انت مش هتاخد غير رزقك. بننافس بعض. بننافس بعض. ان فيلم ينزل مع فيلم، يعني انتوا اخر فيلمين ليكوا نازلين قصاد بعض. نازلين قصاد بعض وانتوا الاثنين حققتوا ايرادات عاليه. الحمد لله رب العالمين. ومعروف ان في قاعده ان بالعكس لما يبقى في تنافس طبعا السوق بيبقى مفتوح اكتر، لما السقا يعمل والناس فيلم تبقى حلو نفسها أغير. تنزل ابقى عايز اعمل فيلم حلو شيء جميل جدا. لما اعمل فيلم حلو السقا يغير، عايز يعمل فيلم حلو شيء طبيعي. لكن ان الامور تتصعد ويقول لك مسكوا في بعض مين من مصلحته كريم تفتكر ان هو لا بتبقى هل يعني هل بتبقى جهات انتاجيه تحس ان وجود خلافات بين الاثنين الابطال ممكن يعمل حاله من الراجل الاعلامي؟ يعني اعتقد ممكن تبقى بروباجندا صحافه مجله. لصالح مين؟ لصالح اللي كتب الخبر اكيد، او لصالح يعني المجله مش مثلا، مش او لصالح المنتج مثلا. اصل المنتج مش هيستفاد، يعني المنتج يستفاد يعني ان يبقى في نوع من الدعايه ليكم. ما اعتقدش. اصل يعني السقا مع المنتج بتاعه وانا معايا المنتج، يعني كل واحد معاه المنتج اللي بيعمل له افلامه، فما اعتقدش المنتج يبقى مستفيد في حاله زي دي خالص. عايز ارجع لهايدي تاني. انتوا عندكم اتفاقيه بينكم وبين بعض ايه اللي صح وايه اللي ما يصحش ونعمل ايه وما نعملش ايه؟ يعني في بنود معموله بينكم بين الطرفين؟ بينا وبين بعض ولا احنا بين مع الناس؟ لا بينكم وبين بعض ايه اللي صح يتعمل ايه اللي ما يصحش يتعمل؟ هو بص، هو اي علاقه زواج بخلاف الحب ولو فقدت احترامها بتروح بقى خالص. لما بيكون في قرار مين اللي بياخده في الاخر؟ بنفضل نتناقش من هنا لبكره، والصح طبعا هايدي هي اللي بتمشي كلامها في الاخر. انت بتلف لي السؤال لفه عشان اقول لك لا انا اللي بمشي. لا بالعكس، انا مش ديكتاتور على فكره خالص. لا والله معايا انا اسمع
والله يا كريم انت فهمتني غلط. لا انا مش عايزك تقول ان انت اللي بتمشي القرار. لا لا انا اسمع كويس جدا. هو مش الستات دايما هي اللي بتمشي القرار في الاخر؟ احنا غلابه يا استاذ يسري، احنا غلابه في هذا المجتمع. انت عاده انت عارف اغنيه عمرو دياب اللي سمعت شريطه الاخير؟ اه طبعا. بتحب عمرو دياب؟ بحب عمرو دياب جدا. انت من الموسيقى المفضله عندك عمرو دياب ومين تاني؟ عمرو دياب، بحب محمد فؤاد، بحب محمد منير جدا. بحب اسمع قديم جدا. قديم مين بقى؟ ممكن قديم قوي كمان بحب عبد السروجي مثلا زي احمد السقا. طبعا تعرف طبعا قرابه عبد السروجي. اه يبقى جد. اه عبد السروجي، بحب عبد الغني السيد، بحب عبد المطلب. نفسي اتخيلك كده انت واحمد السقا قاعدين قعده حلوه، سهره لطيفه، ومدورين الاسطوانات، وقاعدين تسمعوا عبد السروجي و اه والله والاغاني لأيو سيد درويش واسطوانه. اه والله العظيم انا بحب الاغاني دي جدا. خلاص هات احمد. فين؟ هنا هنا بس كده. والاسطوانه موجوده والاسطوانات موجوده، ونقعد بس ونقعد معاك نسمع الصبح. معاك نسمع يا دوبك الاغنيه على ما تخلص هيكون الصبح معاك تاني. ما هي الاغنيه اربع ساعات. كان زمن غير الزمن. زمن ان الناس تقعد هادي تسمع اغنيه 3 4 ساعات. النهارده الاغنيه لو عدت 7 دقايق هتبتدي تهرش. بمناسبه زمن غير الزمن، انتوا كان الاستعداد للفيلم زمان كنت تلاقي مثلا فيلم بيتعمل في اسبوعين. في اسبوعين اه بالظبط. ومع ذلك بيطلع حلو قوي يا كريم. النهارده تقعدوا تعملوا فيلم ساعتين. بص يعني هي الصناعه بقت مكلفه قوي بصراحه. يعني النهارده تكلفه الفيلم بقت، يعني زمان كان في ممثلين تقدر تنتج، وياما نجوم كبار انتجوا افلام ليهم وانتجوا الاخرين. النهارده انت ما تقدرش تنتج. يعني تكلفه الفيلم بقت غاليه، الصناعه بقت غاليه، رؤوس الاموال والشركات وبناء دور العرض والطبع والتحميض وشيء بقى بجد بقت. لا بتكلم على الاعداد، فتره الاعداد بتطول عندكم عشان الصناعه اختلفت خالص. يعني النهارده انت مش عارف بتودي المعمل، بتصحح الفيلم، مش عارف تعمله.